الخير على كل متابعي اليوم السابع. احنا مع حضراتكم حاليا طريق البيس القاهره الزراعي، طريق البيس القاهره الصحراوي عفوا، محافظه الشرقيه شهد، وتحديدا المناطق والمراكز الجبليه منها. في الساعات الاولى من صباح اليوم امطار متوسطه على قرى ومدينه مركز بلبيس. يمكن زي ما حضراتكم شايفين معانا احنا حاليا في طريق بيس القاهره الصحراوي، يمكن زي ما حضراتكم شايفين يعني الامطار متواجده في الطريق. يمكن كمان محافظه الشرقيه باشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الاقليم اعلنت امس حاله الاستعداد ورفع حاله الطوارئ لمواجهه سقوط الامطار، وخاصه بعد اعلان هيئه الارصاد الجويه موجه او حاله من عدم الاصفرار في الاجواء بدات من اليوم. يمكن زي ما حضراتكم شايفين في طريق البيس القاهره الصحراوي حاله من الامطار المتوسطه شهدتها مدينه البيس وراها في الساعات الاولى من صباح اليوم.